حزب الشعب الجمهوري كان من أول الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الحوار الوطني عقب إطلاق فخامة السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 إبريل الماضي دعوته لانطلاق الحوار الوطني. الشهر اللي فات احنا عملنا 19 لجنة فرعية موازية للجان الحوار الوطني الفرعي علشان نقدر بعد كده ان احنا نشارك في هذه اللجان الفرعية برؤية حزب الشعب الجمهوري. عملنا مخرجات لهذه اللجان الفرعية المنبثقة من الحزب 19 لجنة هتكون هي مدخلتنا إن شاء الله في الحوار الوطني في اللجان الفرعية. لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي من أبرز التوصيات الخاصة باللجنة: تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون قانون الأسرة، مكافحة الختان وتغليظ العقوبة بالنسبة له، زواج القاصرات إنه انتشر في الفترة الأخيرة، العنف الأسري. طبعا إحنا حريصين يبقى فيه دايما ندوات سواء ووعي ديني، سواء الندوات دي بواسطة الأحزاب أو الوسائل المعنية ووسائل الإعلام. فيما يخص لجنة العدالة الاجتماعية يمكن هنقول أبرز التوصيات، لأن احنا طلعنا بتوصيات كتير. على سبيل المثال للحصر عندنا الحماية المدنية فيما يخص المرأة وحقوق المرأة والرعاية والمرأة المعيلة. كلمنا على اللي احنا نعمل خريطة اقتصادية لجمهورية مصر العربية، وده مهم جدا مع الاستعانة بكل أصحاب الخبرة في مجال حقوق الإنسان. ووصلنا إلى عدة توصيات خاصة بالمرأة المصرية ومساواتها بالرجل، توصيات خاصة بالطفل، توصيات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. فيما يتعلق بالمحور السياسي كان في عدد من الملفات تحدثنا فيها وعقدنا العديد من الجلسات، وصلنا إلى عدد من التوصيات قدرنا من خلالها ان احنا يعني نتمنى انها تكون بتتعرض سواء على المستوى مثلا مباشر السياسيه او موضوع الاحزاب السياسيه. مثلا كنا بنتكلم على عدد الاحزاب ودور الاحزاب، اتكلمنا برضو على موضوع المحليات والاداره المحليه والامر المتعلق باللامركزيه وتفعيلها من خلال الماده المتعلقه بها بالدستور. اتكلمنا على برضو تشريعات او اقترحنا تشريعين فيما يتعلق بالمحليات، أحد التشريعات المتعلق بإجراء الانتخابات المحليات والعمل بها، والموضوع الآخر كان متعلق بالإدارة المحلية واللامركزية المالية في بعض القطاعات.